السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بعيد على التجاره والسياحه، اليوم جبت لكم فيديو ديال العجينه ديال لي شوسون. كيجيو زوينين بزاف. عندي المقادير جوج زلايف ديال الفرص رطب، وعندي الدقيق باش غنطلق العجين، وعندي الزبده ريطه واخده حراره المطبخ، الملحه والخل والماء مروبيني، يعني ما سخون ما حتى شي حاجه. تابعوا معايا، كنقطعوا الزبده هكا طريفات كامله حتى كنساليوها. تيقوني البنات، زوينه بزاف بزاف هاد لي شوسو، هادو زوينين بزاف. اليوم غنحضر معاكم لي شوسو، كنتمنى تجربوهم، راه كيجيو ما شاء الله زوينين بزاف. طريقه سهله ومبسطه، مي كنساليو كندير جوج معالق ديال الخل كبارين، نديرو رشيشه ديال الملح لان راه غتكون الحشوه مالحه. غادي نحاولوا نحلوا الزبده في وسط الطحين غير برؤوس الاصابع، ما تحلوهاش كامله زعما بزاف، غير شويه، لان السر في هذه العجينه هو تبقى الزبده فيها طراف العجينه ما كتستلكش. كنجمعوها غير برؤوس الاصابع. غنعبر لكم الماء بزلافه، راه كتحتاج زلافه عامره، هاد جوج زلايف ديال الطحين كتحتاج زلافه ديال الماء بارد. انا هنا ما عمرتهاش بزاف، هانتوما شفتو كنجمع غير برؤوس الاصابع ما كندلكوهاش. انا غنزيد الكماله ديال الماء ديال الزلافه، حيت انا ما عمرتهاش بزاف، نتوما عمروها راها كافيه باش ما تجيكمش العجينه خفيفه وما تجيش ثقيله. المهم كنستمروا هكا حتى كنجمعوا العجين ديالنا. بقاو معايا، حنا نطلقو العجينة دابا. كنرشو هكا الطبلة عليه شان نطلقو ولا شي حاجة. كتجمعوها من الجناب، كتطلقوها على شكل مستطيل. كطويوها جوج طويات وتوليو عاوتاني تطلقوها. نتوما كطلقو نتوما كتقادو الجناب. هاد العملية كديروها ثلاثة المرات. تيقوني البنات، راه كتجي زوينه، جربوها ما غتندموش. انا هذه الطلقه الثالثه، صافي ما غنعاودش نطلقها. صافي كتجمعوها وديروها في بلاستيكه وديروها في المجمد، كتبات ليله اولا جوج على حساب فوق ما بغيتو نتوما تستعملوها. ضروري البنات تبات في المجمد، هذا هو السر ديال هاد العجينه، هما دوك طرفات الزبده اللي كيبقاو في العجينه وكتبات في المجمد. بقاو معنا باش نوريكم الحشوه. دابا غنحضروا الحشوه ديال لي شوسو. كنحتاجوا في المقادير بصله مشلضه، كفته ديال لاداند، فرماج احمر، العطريه كنحتاجو معلقه كبيره ديال التحميره،
معلقه صغيره ديال الكمون، نص معلقه ديال الابزار والملحه معلقه صغيره، ومعلقه كبيره ديال الهريسه، وقزبر ومعدنوس، والضرس ديال الثومه محكوك، بيضه باش ندهنو، وزعفران، والزيت باش نشحروا البصله. والشعريه ديال الرز انا اللي كنستعمل كتعجبني، وهالعجينه كي كتشوفوا طلقات من جبتها من الثلاجه، جبتها في الصباح، وانا صوبت في العشيه الحشوه هذه. غناخذوا طاوه غنديروا فيها الزيت، واحد 8 المعالق الزيت على حسب البصله، الا كانت كتطلق المره غتحتاجوا اكثر. كنبقاو نحركوا حتى كتهبط البصله، حيت كنزيدوا المقادير الاخرين. تيقوني البنات هاد الوصفه هذه يعني اقتصاديه، وتبارك الله كتعطي بزاف، 44 حبه اللي كتعطي هاد العجينه، جوج زليب ديال الطحين. المهم كنبقاو نحركو حتى كتهبط البصله، كنزيدو عليها كفته د لاداند باش تقولي لي شحال ما كان عندكم. انا خديت صدر الدجاج قسمته على جوج وطحنتو. لهنا غنزيدو دابا ضرس الثومه محكوك، كنبقاو نحركو. غنصفيو الشعريه دابا، نخليوها تقطر من الماء باش ما تطلقناش الماء في الحشوه، لان راه نشفات دابا من كلشي. كنديرو التوابل كمون الابزار التحميره والملحه، شويه ديال الزعفران. الا كانت عندكم الكميه كثيره باغي نديرو الحشوه تخليوها، نزيدو التحميره باش كتعطي اللون. زدت دابا القزبر ومعدنوس، غنقطع الشعريه، زدت الهريسه معلقه كبيره، وزدت الفرماج، وزدت الشعريه. المهم كتخليو هادشي حتى كتبرد الحشوه عاد كتستعملوها. دابا غناخدو العجينه ديالنا نحيدوها من ميكا، غنقطعها على جوج، كل نص العجينه كيعطي 22 حبه. هانتوما غنطلق من وديروا الطحين باش ما تلصق لكمش العجينه على الطبله. انا استعملت غير الطاسه لان القطعه ما لقيتهاش. هادو كتطلقوهم شي شويه يجيو على شكل مستطيل. هي الحشوه ديالنا، وكتحتاجوا طبيسيل فيه الشيتا الماء ولا غير بصبعكم باش كدهنوا الجناب باش كتلصق، والفرشيطه والطحين باش حتى هي ما كتلصقش وكتستفوف. انا طبسيل الفران ما كيلصقش، ما دهنته ما والو. المهم حنا غنكملو بحال هكا ستة في البلاطو حتى نساليو مرة باش نشعل الفران. غير ملي كنساليو التعمار ديال الطبسيل كناخدو دوك العويدات لي كوغدوني كتقبو لي شوصو باش ما كيتنفخوش. انا غنوريكم
المهم البنات هاد لي شوسو هادو ضروري صوبوهم بالهريسه، هي اللي كطلق المذاق، هي والفرماج كيجيو زوينين بزاف. وهاد المقادير اللي عطيتكم ديال العطريه هي اللي غديرو، ما تشبعوش من ديك الحشوه، كتجي زوينه وبنينه. كناخدو عويد كما قلت لكم، كتقبوهم فاش كتخشيوهم في الفران، ديك البلاصه اللي بركسو فيها بالفرشيطه ما كتحلش باش تخرج الحشوه، كتبقى كما هي. انا ساليتها غنديرهم من الفوق في الفران. هنا خديت صفر بيضه معلقه كبيره الخل باش غندهنهم. شتو هما طابو من التحت، غندهنهم وغنرجعهم يتحمروا. والكفته من الاحسن من الاحسن البنات ديروا ديال لادند ديال البقري الغنمي، كتكون فيها الشحمه وكيتعجنوا. واحد المره درتها ما عجبوهمش المالينطار، وليت كنديرهم غير هكا، والشكل النهائي كيجيو زوينين بالصحه والراحه.